اهلا بحضراتكم من جديد. انضمت لنا الزميله سالا حامد وفقره اخباريه تطوف فيها العديد من الملاعب والمجالات المختلفه. اهلا بك يا سالا. اهلا بحضرتك طبعا يا استاذ ابراهيم، برحب بيك وبالتاكيد برحب بالباشمهندس عدلي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانتم طيبين. طبعا ما جاليش فرصه ان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين في الحلقات اللي فاتت. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وكل جماهير النادي الاهلي بخير. وزي ما انت قلت يمكن عندنا النهارده العديد من الاخبار متعلقه بمنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله وبطوله عاصمه مصر، وبرده العديد من الاخبار متعلقه بكل المنتخبات الوطنيه المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه. طيب يلا اتفضل، احنا معاك اهو، قول لنا اهو مع بعض. يمكن طبعا خلينا نبتدي اخبارنا النهارده، والبدايه هتكون مع بطوله عاصمه مصر او كاس عاصمه مصر. يمكن طبعا على بركه الله منتخب مصر هيبدا مشواره في البطوله الدوليه الوديه غدا بمواجهه منتخب نيوزيلندا في اول ظهور للفراعنه تحت قياده المدير الفني حسام حسن. النهارده كان الاجتماع الفني لمباراه منتخب مصر ونيوزيلندا المقرر لها بكره ان شاء الله في تمام الساعه 10 مساء، واللي طبعا هتقام باستاد مصر بالعاصمه الاداريه الجديده في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم كمان منتخبات العديد من المنتخبات زي كرواتيا وتونس. والاجتماع أصفر على ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت وطبعا الجورب الأسود، وبينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم الأبيض بالكامل. وحضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد بدر المدير الإداري لمنتخب مصر، وكمان مينا سامح إداري المنتخب طبعا الوطني، وحمادة زاهر مدير التصوير باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات. طبعا خليني يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي قبل ما طبعا استكمل بقيه اخبارنا النهارده، خليني اسالكم، يمكن شايفين طبعا ازاي البطوله دي بطوله عاصمه مصر وطبعا ظهور منتخبنا الوطني منذ تولي كابتن حسام حسن يعني الاداره او القياده الفنيه، فشايفين طبعا ان شاء الله المنتخب يمكن يظهر ازاي، ورايكم طبعا في البطوله دي بتقام على ارض مصر. اتفضل يا باشمهندس. اولا أنا مبسوط بالدورة دي، دورة محترمة فيها فرق تقيلة كويسة، نحب نلتقي بالمستوى ده. اتنين، فكرة إن تستضيفها العاصمة الإدارية ويطلق عليها اسمها في أول احتكاك حقيقي مهم لملاعب على أعلى مستوى بنوريها للعالم كله من خلال البطولة دي، إن عندنا إمكانات. لأ تقدر، إحنا داخلين على القدرة على تنظيم دورات أولمبية وعالمية بإذن الله، الناس تشوف منشآت على أعلى مستوى. المهم بقى نشوف كمان مستوى فني يليق بالحدث ده. الثلاث فرق اللي موجودين فرق تقيلة نقدر نقيس نفسنا عليها بكل صراحة. اختبار يعني مش عايزين برضو يبقى هو ده اللي بنحكم بيه، يعني اذا باذن الله ربنا وفقنا هنقول بشرة خير وننطلق في التفاؤل، لا قدر الله وحصل حاجه ندي فرص. دي اول تجربه لجهاز فني جديد، مش عايزين الناس كلها تبقى متربصه بما يحدث، يعني محدش خالص هيتفق بشكل جماعي على اي اختيارات للمنتخب. عايزين ننحي انفسنا عن اختيارات المنتخب دلوقتي، مش كل واحد نفسه يلاقي لعيب ما لقاهوش يزعل، او كل واحد يفسر تكدس لعيبه من نادي واحد ان لا ده ضد النادي، لو الناس اختارت نزعل، لو الناس ما اختارتش بنزعل. احنا عايزين ندي الفرصه ونترقب، لان ده مؤكد جهاز فني عايز ينجح وله رؤية في كل اختياراته. سالة، هي يعني إقامة البطولة في العاصمة الإدارية فجأة بعد ما تعذر إقامتها في دبي، حطينا كلنا بالذات اللجنة المنظمة المشرفة على البطولة تحت ضغط شديد. البطولة في شهر رمضان والحضور الجماهيري في رمضان ما هوش أحسن حاجة، عشان كده البطولة في مكان بعيد شوية بالنسبة للعاصمة الإدارية مش مألوف للجماهير. اللجنة المنظمة بتوفر مواصلات عامه من الميادين لنقل الجماهير، اتمنى انه يبقى في تسهيلات اكتر وتبقى مستمره، اتمنى ان الجمهور كمان يقدر يروح يقضي امسيه رمضانيه مش بس تذكره مصر، لانه خدي بالك احنا يعني مصر هتلعب مع نيوزيلندا، تونس هتلعب مع كرواتيا، اتمنى انه التذاكر مبدئيا واضح ان سعرها حتى رمزي
بس المفروض يشمل بقيه المباريات علشان لا يبدو الاستاد الكبير 99,000 متفرج، استاد حتى الان هو الاعلى في الشرق الاوسط، ما يبقاش في شويه جماهير موجوده في مباريات مصر المباراتين سواء الاولى او المباراه اللي نتمنى ان هي تكون الختاميه والفاينل يوم 9 يوم 26 ان شاء الله، لا تكون التيكت موحده لكل المباريات ويكون فرص نقل الجماهير للملاعب ميسره بشكل كويس. استاذ ابراهيم بيحضرني تجربه افتتاح استاد القاهره برضه كان وقتها بعيد وكان المواصلات ما بتوصلش، فكان بتصير اتوبيسات خاصه عشان تودي الناس. اسلوبنا في حشد الجماهير محتاج نوع من الدعم، احنا كنا بنشوفه باستمرار فئات معينه كانت بتروح عشان تشغل حيز من المساحات الشاغره. سهره رمضانيه جميله جدا، رمضان مشهور بالدورات الرمضانيه ومشهور بان الاقبال على الدورات الرمضانيه كان كبير جدا. مش عايزين المسلسلات تاخدنا ومش عايزين اي حاجه تانية تاخدنا من ان احنا يا جماعه تعالوا نروح، هتبقى سهره لذيذه في مكان جميل حتى من باب انكم تشوفوا بلدكم والاماكن الجديده والتطور اللي بيحصل فيها. هذه دعوه يا رب كلنا نحرص على تبقى سهره عائليه، كل واحد ياخد عيلته ويروح يسهر سهره جميله في العاصمه الاداريه. يا رب ان شاء الله، واتمنى فعلا يكون في حضور جماهيري مكثف في يعني كل المباريات مش بس مباراه مصر بكره ان شاء الله، مباراه الافتتاحيه ان شاء الله. ان شاء الله.